اللقاء المفتوح يوليو حروف الزين. وحروف الزين هي الفقرة اللي كنستقبلوا من خلالها سيدة حورية شويخ الأخصائية في التجميل بمدينة المحمدية. صباح الخير سيدة حورية. صباح النور اختي هناء. اهلا وسهلا دائما. بارك الله فيك. تحيه ليك ولطاقم برنامج وتحيه لكل مستمعينا ومستمعات الاذاعه الوطنيه. لاله اختك. مجموعه من المستمعين لاله حريه طلبوا منا اعاده وصفه اللي تكلمتي عليها يوم امس واللي خاصه بالبخاخ ديال البصله وديال الثومه، فطلبوا منك انه تمشي معهم بالمراحل بشويه بشويه. والاختان الوقت ضيق وبزاف ديال المستمعات طلبوا مني الوصفات، ولكن نكتفيو نحاولوا الاختانه الا كان ممكن نديروا كملوا وصفات والجمعه ان شاء الله نحاولوا نعودوا الوصفات كلهم. هذا هو بالنسبه بحيث ما كاين الجديد في الوصفات اليوم ان شاء الله. بالنسبه احنا تكلمنا على الشعر الاخت هناء وعلى المشاكل ديالو التساقط ديالو، الناس اللي المشاكل اللي عندهم مع تساقط الشعر. وحنا كنعرفوا تساقط الشعر عنده مراحل ديالو، يعني كاين فترات اللي كيطيح الشعر عادي كتكون فتره موسميه، كاين امراض، كاين الامراض عضويه داخليه اللي كتعطي تساقط الشعر، الاستعمالات ديالنا الغير لائقه للشعر، يعني كنستعملوا مجفف الشعر بطريقه عشوائيه، كنستعملوا بعض الكريمات الكيماويه للترطيب، بعض الصبغات الكيماويه. المسائل كلها كتكون عندها كتكون اسباب من ديال تساقط الشعر. المهم كاين ما هضرناش شويه على الحنه، وحنا كنعرفوا الحنه في المجتمع ديالنا كانوا الجداد ديالنا كيستعملوها وكان عندها واحد الدور فعال على الفروه ديال الشعر. الحنه بالنسبه للشعر كتنقي الفروه ديال الشعر، كتحد من الافرازات الدهنيه اللي كتكون بكثره على الشعر، يعني هذه الحنه خصها تكون حاضره هي في الوصفه ديالنا الطبيعيه وتكون كاقنعه وكبخاخ كنديروه للشعر ديالنا. بالنسبة ربما تلغات الحنة من الوصفات الطبيعية لأنها الناس كتروا من الصبغات الكيميائية وهي ما كتوالمش مع الصبغة الكيميائية. لا هي بالفعل هي ما كتوالمش، لأن إلا درنا في مثل صبغة كيماوية ورجعنا للحنة، يعني ذاك التفاعل ديال الحنة مع ذاك الصبغة كيقدر يعطينا شي لون ماشي هو هذاك. هنا كتر اللهم الإنسان يحاول يدير وصفات طبيعية من الأحسن ويبقى في الحنة، لأن الحنة اللي كنقولوا حنا بالدارجة ديالنا كتزين الشعر وكتوقف التساقط وكتعطي لون رائع على الشعر. وخاصة الناس اللي كيكون ما كيكونش عندهم الشف في الشعر وكيستعملوا الحنة، يعني بالنسبة للحنة غنعطي واحد الوصفة فعالة للناس اللي كيديروا الحنة وننصحهم يديروا الحنة، وحتى الشعر الجاف، لأن الشعر الجاف الحنة ضرورية ليه، لأن كتحد من بعض الطفيليات اللي كتسبب الجفاف ديال الشعر. غير هي بالنسبة للاستعمال ديال الحنة بالنسبة للناس اللي عندهم جفاف الشعر يحاولوا يديروا واحد الكريمة مرطبة قبل ولا حمام زيوت قبل واحد 10 دقائق عاد يديروا خلطة ديال الحنة، لان داك الترطيبه كتمهد الحنه اللي كنقولوا حنا كتعطيها المجال باش تدير التفاعل ديالها مع الشعر. بالنسبه للكريمه اللي قبل الحنه ينكتفيوا فقط الا كان عندنا الغسول اللي صوبناه على في الدار، يعني الغسول كنجيبوه من كنشريوه ونديروه يتشوى في الدار حتى كيولي اللون ديالو رمادي، ومن بعد كنسقيوه بالاعشاب اي البابونج الورد الريحان، يعني معروف هذا الغسول المغربي كيفاش كيستعملوه النساء ديالنا. كناخذوا في مثلا معلقه ديال الغسول بعد ما عملنا له الاعشاب ديالو كاملين، ان شاء الله مستقبلا نعطي هذا الاعشاب اللي كيمكننا نسقوا به الغسول، يعني كناخذوا معلقه من هذا الغسول اللي سقيناه مع جوج معالق ديال زبده الكاريتي مع الدرقه، يعني الدرقه كنركز عليها لان عندها واحد الدور فعال للترطيب. كناخذوا الدرقه نص كاس محكوك ياك ومعلقه ديال الغسول بعد ما قديناه بالاعشاب وجوج معالق ديال زبده الكاريتي، كنديروها بماغي حتى كتخلط هذه المكونات وكتكون ككريمه قبل الحنه. نعم مفهوم الاخت هنا؟ نعم. من بعد الحنه اللي يمكننا نستعملوا عندنا جوج معالق ديال الحنه، عندنا معلقه ديال الورد البلدي، معلقه ديال الريحان مطحون، معلقه ديال الزعتر، معلقه ديال الازير، معلقه ديال قشر الرمان. جوج معالق ديال مطحونين يابسين ومطحونين كلشي مطحون. كلشي مطحون هادشي. معلقه كبيره صغيره؟ معلقه هذوك دائما كنهضر على المعالق الكبار، الا الحنه كنديروا جوج معالق كبار. نعم معلقه من كل جوج معالق كبار ديال الحنه، معلقه ديال الورد البلدي، معلقه ديال الريحان كبيره، معلقه ديال الزعتر كبيره، معلقه ديال الازير كبيره، معلقه ديال قشر الرمان كبيره. كنمشيو لكاسرونه 4 الكيسان ديال الماء، كنديروا فيهم تقريبا واحد الرولو ديال السواك، ذاك السواك اللي كيتباع بجوج دراهم رولو. نعم. واحد كنحيدوه وكنفرتوه في الكاسرونه مع تقريبا القشور ديال البصله ذاك الرقاقين ما كنلوحوهمش، كنديروهم في الكاسرونه حتى هما، وقشور ديال الثومه كنقشروا الثومه وناخذوا واحد جوج معالق من قشور الثومه. كيطيب هذا الشيء في ثلاثه الكيسان ديال الماء،
حتى كيطيب مزيان، وبه كنخلطوا هذه الخلطه ديال الحنه. نعم. بالنسبه لواحد الخلطه اللي هي كتثبت الشعر وكتدير الخلفه للشعر وكتعطي واحد النمو رائع للشعر في ظرف وجيز، كناخذوا جوج معالق ديال الزنجبيل مطحون وجوج معالق ديال العظمه ديال التمر، يعني العظم ديال التمر كنجمعوه ونمشيو للفران بلدي وكيحاولوا يحرقوا لنا مزيان، كنجيبوه نطحنوه ونخليوه في واحد القرعه في الدار. يعني كناخذوا جوج معالق ديال الزنجبيل مطحون وجوج معالق ديال العظمه ديال التمر ومعلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال الريحان ومعلقه ديال مرد الدوش، ديما كنهضر على المعالق الكبار. ومعلقه ديال البابونج وقرعه ديال زيت الخروع ومعلقه ديال الازير، وكنضيفوا كاس ديال الزيت البلديه. على ذكر الزيت البلديه، اي زيت يمكننا نسخنوه ما يمكنناش نديروه مباشره للعافيه، يعني كنديروا دائما التسخين ديال الزيوت كنديروا حمام مريم دائما. يعني كناخذوا ديك كاس ديال زيت العود وكنديروا باماغي واحد المده ديال 15 دقيقه، من بعد كنضيفوا على هاد المكونات هذا كله، وهذه خلطه كنستعملوها دائما لتدليك الشعر وخاصه الشعر اللي عنده مشكل ديال التساقط. بالنسبه للشعر، حنا درنا المراحل اللي يمكننا نحدوا منها التساقط ديال الشعر، يعني درنا مرحله التدليك بالزيوت الثلاثيه، مرحله ديال البخاخ اللي هو كيكون عنده واحد الدور فعال مع التدليك، من بعد التدليك كتحل المسام وكتدخل داك المكونات ديال البخاخ في الجذور ديال الزغده وكيحد من التساقط، وهذا طبعا مع اتباع واحد النظام غذائي معين. نعم. واللي هو دائما هذا الشيء اللي كنركزوا عليه. نعم. دائما التغذيه مهمه، لان التغذيه هي الاساسيه في الجمال ديالنا، سواء البشره ديال الوجه، الاظافر والشعر. نعم. إذا دائما الوقت كيداهمنا، كنحاولوا نعطيو وصفات متنوعة، نتمنى أنه المستمعين يكونوا قبطوا معنا هاد الوصفات. كاين بعض الناس اللي ما كيقدروش يتبعوا معنا وما كيقدروش يكتبوا كل هاد الوصفات، كتفوتهم عديد من الأشياء، وكاين الناس اللي لقاو الحل بأنهم يسجلوا هاد الفقرة هادي ويعاودوا يسمعوا لها ويكتبوا على خاطرهم. شكرا جزيلا سيدة حورية الشويخ الأخصائية. نعاود الوصفات بإذن الله. نعم، شكرا جزيلا. لا يخطيك.